في السعودية ألقت القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة، نتج عنها تعرض الأخير لإصابات طفيفة بحسب ما أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة. وأضاف المتحدث أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ومن جهتها أدانت سفارة فرنسا في السعودية هذا الاعتداء وأعربت عن ثقتها بالسلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادثة وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة.